حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نسلط من خلالها الضوء على القطاع الصحي في محافظة تعز والمساعدات الإنسانية في ظل تصعيد العملية العسكرية. مشاهدينا، بلغت حصيلة قصف الميليشيا اليوم على مدينة تعز 3 شهداء من المدنيين وإصابة نحو 8 آخرين بجروح في حي ثعبات السكني، كما استشهد طفل وأصيب 3 آخرين في انفجار لغم أرضي كانت قد زرعته الميليشيا في قرية الرفيدة بمنطقة المصراخ جنوب غربي المدينة. يأتي هذا بالتزامن مع تقرير حديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت ميليشيا الحوثي بمنع دخول المواد الغذائية والمساعدات الطبية إلى المدينة. وقالت المنظمة إن ميليشيا الحوثي تمنع دخول المساعدات إلى المدينة التي تحاصرها في انتهاك جسيم لقوانين الحرب والقانون الدولي، وتعد هذه المرة الأولى التي تحدد المنظمة الدولية الطرف المتسبب في منع ومصادرة المساعدات الإنسانية في تعز بعد أن كانت تكتفي فقط بوضع التهمة تحت تسمية أطراف الصراع كغيرها من المنظمات الدولية العاملة في اليمن. على الصعيد الميداني، تتصاعد حدة المعارك في مختلف جبهات المحافظة بالتزامن مع الحشد لعملية تحرير المدينة ورفع الحصار عنها بعد 10 أشهر من المعاناة والعذاب، وأغلقت خلالها المستشفيات أمام الجرحى والمرضى الذين بلغ عددهم حوالي أكثر من 10,000 بحسب تقارير محلية، وبلوغ الحالات الحرجة إلى أكثر من 450 حالة بحاجة للعلاج في مراكز متخصصة. إذن مشاهدينا، قبل أن نبدأ النقاش في حلقتنا لهذا اليوم نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. تعز، لا شيء يتغير فعليا على الأرض. حصار مستمر يدعمه قصف مدفعي عشوائي والقتلى في الغالب مدنيون. هذا هو مفاد رسالة سكان المدينة المحاصرة للشهر 11، رسالة تدعمها الفيديوهات والصور الوافدة من الأحياء السكنية والمشافي المتبقية في المدينة. قصفت مدفعية الميليشيا بسخاء هذا النهار حي ثعبات، وأسفر القصف عن استشهاد وجرح 8 مدنيين بينهم نساء وأطفال. سرعة عداد الموت أكبر من طاقة المستشفيات وإمكانياتها. ينفد صبر الأطباء ويبح صوتهم وهم يستغيثون العالم لنجدتهم. فلا مستلزمات ولا أدوية ولا أنابيب أكسجين علها تنعش غرف العنايات المركزة، بينما يعجز العالم عن إدخال المساعدات والاحتياجات الضرورية لإنقاذ الضحايا. مؤخرا ولأول مرة تتهم منظمة هيومن رايتس ووتش ميليشيا الحوثي بمنع دخول المساعدات والمستلزمات الطبية إلى مدينة تعز. وقالت المنظمة إن مسلحي جماعة الحوثي وقوات صالح صدروا موادا أساسية في طريقها إلى المدينة التي يحاصرونها، مرتكبين بذلك انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. وأشارت المنظمة في تقرير حديث إلى تسجيل 16 واقعة منع ومصادرة لمواد مختلفة، منها فواكه وخضروات وغاز للطهي وتحصينات للأطفال وعبوات لغسيل الكلى واسطوانات أكسجين. ما يحدث في تعز صار فرجة تراجيدية يومية تهز الضمير الإنساني وتمنع العالم من أن يختار الصمت مجددا. ففي الوقت الذي تتوارد الأنباء عن تكاثر الموت يوميا في أحياء تعز، يتسع بالمقابل الرد الشعبي، فينضم مئات المقاتلين إلى جبهات المقاومة، بينما تتجه العملية العسكرية فيما يشبه الحسم ورفع الحصار عن مدينة طالت فيها شهور الجمر وعذابات المدنيين. مشاهدينا، موضوع حلقتنا من زوايا الحدث لهذه الليلة نناقشه مع ضيوفنا من تعز، وكيل المحافظة المهندس رشاد الأكحلي، وأمين عام نقابة الأطباء الدكتور صادق الشجاع من عدن، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف اليافعي، على أن ينضم إلينا لاحقا من تعز أيضا المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. نبدأ معك دكتور صادق الشجاع، أمين عام نقابة الأطباء في تعز. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش ميليشيا الحوثي بمنع دخول المساعدات الطبية إلى المدينة. أنتم في القطاع الصحي، كيف تقاومون بإمكانياتكم الحالية حجم الإصابات اليومية؟ تعاني تعز منذ تقريبا 10 أشهر من حرب طاحنة تشنها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوق الطاش على مدينة تعز. نعم. المتضرر الأكبر من هذه الحرب هم المدنيون. مستشفيات تعز أكثر من
37 مستشفى إلى الآن تقريبا مغلق. المستشفيات العاملة في المجال الطبي في استقبال جرحى المدنيين في مدينة تعز بحدود 3 مستشفيات. نعم. عاملة بشكل رئيسي منها 2 مستشفيات. نعم. هيئة مستشفى الثورة والمركز الطبي فيه وأيضا مستشفى الروضة. هذه المستشفيات هي التي تستقبل الجرحى المدنيين. نعم. هناك عجز شديد ويتم النداء فيه من قبل اللجنة الطبية العليا ومن قبل أيضا المحللين ومن قبل من يطلعون على شاشات التلفاز بأن تعز تعاني الأمرين أيضا جراء الحصار الخانق على هذه المدينة في مسألة العجز الدوائي وأيضا اسطوانات المسيحيين و معظم المستلزمات التي نحتاجها في المستشفيات. نعم. كثير من المنظمات مثل منظمة الصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود وأيضا منظمة هيومن رايتس، كل هذه المنظمات أصدرت بيانات أن تعز تعاني من أزمة خانقة، أن تعز على وجه كارثة إنسانية، أن تعز تعاني أمرين جراء هذا الحرب وهذا الحصار الخانق على هذه المدينة الذي نعم. منع الدواء، منع الماء، منع الغذاء، وأخيرا منع إسطوانة الأكسجين. نقول أن هذه المنظمات فعلا تصدر هذه البيانات، ولكن نقول أن جماعة الحوثي وقوات المخلوق عفاش ترمي بهذه البيانات و وقرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن أقصى الحائط، ولا يهمها في ذلك شيء. تمارس على الأرض القتل، تمارس على الأرض الإبادة، تمارس على الأرض كل الجرائم، جرائم استهداف المستشفيات، فهي جرائم يحاسب عليها القانون الدولي، هي جرائم محرمة بحسب قوانين جنيف وقوانين الأمم المتحدة. نعم. كلها جرائم يحاسب عليها القانون الدولي. ترمي بها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوق أرض الحائط وتمارس ما تستطيع أن تمارسه لأنها ميليشيا خارجة عن إطار النظام والقانون. نعم، ولكن دكتور إذا ما تحدثنا عن المستشفيات التي أغلقت في المدينة، هل لديكم تقدير لعدد المستشفيات والمراكز الصحية التي أغلقت بشكل كامل نتيجة الحصار القائم؟ نتيجة الاستهداف العشوائي ونتيجة القصف المستمر على معظم مناطق تعز. نعم. أيضا بسبب الحصار، انعدام المشتقات النفطية، انقطاع الكهرباء منذ أكثر من 8 أشهر، فلا تستطيع أي مدينة الصمود بكامل مؤسساتها. مدينة تعز بكامل مؤسساتها، إن كان المستشفيات، كانت المكاتب الحكومية، المكاتب التنفيذية، المحافظة، إدارات الأمن، بكل مؤسسات الدولة وهياكلها لا توجد الآن في تعز ولا تمارس، ومنها أيضا المستشفيات. المستشفيات في تعز إلى الآن، وكما أظهرت اللجنة الطبية العليا، أن هنالك 37 مستشفى حكومي وخاص ومركز طبي تم إغلاقه. نعم. بسبب هذه الأحداث، أقول بسبب العجز الدوائي، أقول بسبب نقص المشتقات النفطية، بسبب انعدام الكهرباء، بسبب هجرة الكادر الطبي أيضا من مدينة تعز. أكثر من 80% إلى أكثر 85% تقريبا من الكادر الطبي من هاجر من مدينة تعز إلى مدن أخرى، إلى الأرياف. منذ أكثر من 10 أشهر لا يستطيع الكادر الطبي البقاء في هذه المدينة. نعم، ولكن دكتور هل لديكم إحصائية شاملة بعدد الحالات الحرجة التي تحتاج علاج خارج مدينة تعز أو في خارج البلد بشكل عام؟ هل هنالك يعني لو قلنا إحصائيات تقريبية؟ نعم، عدد الحالات حقيقة المسجلة الآن بكشوفات وتم إرسالها أيضا منذ فترات طويلة. هذه الحالات تتجاوز 450 حالة إلى الآن التي تم تحديد أنها تحتاج إلى مراكز متخصصة خارج اليمن. إلى الآن لم يتم تسفير إلا 15 حالة، هذا منذ بداية الحرب على مدينة تعز.
الى المملكه العربيه السعوديه من سافروا بشكل رسمي عن طريق المستشفى الميداني، 15 حاله فقط من جرحى تعز الذين يبلغون اكثر من 11200 جريح الى الان. هذه احصائيه اوليه. جرحى تعز الان على امتداد المحافظه في مدينه تعز، نعم، وايضا في منطقه اليسرى ومنطقه نشرع الحدران، منطقه القبيطه، مناطق متعدده في مدينه تعز، في منطقه الوازعيه، في اكثر من مكان في مدينه تعز. هنالك عدوان غاشم، هنالك كثير من الجرحى لم تصل بياناتهم الينا، لكن لا تم ارساله الى كثير من الشخصيات الذين طلبوا هذه الاسماء. وصل اكثر من 450 حاله. نعم دكتور، نستطيع ان نقوم بتسفير الا 15 حاله فقط الى خارج اليمن. نعم دكتور. دكتور تكرم بالبقاء معنا. نذهب إلى ضيفنا الآخر المحلل السياسي سيد عبد الهادي العزعزي. مساء الخير سيد عبد الهادي. سيد عبد الهادي، أنتم حاليا في الميدان في تعز، في تعز تحديدا، كيف تقيمون الوضع الإنساني في المدينة؟ بالنسبة للوضع الإنساني في المدينة، توقعها هكذا مدينة تحت حصار، يعني الآن يعني أسواق الخضار، نعم، يعني حالة عجز كبير، هنالك ارتفاع جنون في الأسعار، هذه حالة حصار. هل يعرف الناس ما معنى حالة حصار لأكثر من 500,000 نسمة داخل المدينة؟ هذه المسألة أصبحت كأنها أو كأن هنالك حالة من المقايضة في هذه المنطقة، هناك حصار أصبحت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والداخل والخارج يدرك أن هذه المسألة حصار. الواقع القائم حصار، كل ما تعني كلمة الحصار تنعكس على هذه المستشفيات، على الخدمات، على المياه، على مشتقات النفط، على الغذاء اليومي للناس. هذه المدينة تتعرض لحالة إبادة في ظل صمت كبير من كل الأطراف ومن المبعوثين ومن يتكلمون في السياسة. الجانب الوحيد الذي يتحرك على الأرض هي المقاومة التي تسعى لفك الحصار أولا عن تعز. فهنالك من يستهتر ويقول أن هذه المسألة ليست حصار، هذه المسألة أصبحت مقرة أمميا. نعم سيد عبد الهادي، هل ترى أن ثمة أفق لفك الحصار وإخراج الميليشيا من تعز في الأمد القريب، أم تظل العملية العسكرية لها احتمالاتها وطول أمدها تقريبا؟ يا أخي المسألة ممكن أن تنتهي، ممكن أن تنتهي فيما لو أن هنالك عملا جاد. تتحرك المقاومة ولا تتحرك الأدوات الأخرى، هنالك مديريات ضمن المحافظة لم يدري استغلال إمكانياتها القائمة، نعم، لم يدري الحشد والتعبئة بشكل كلي. تم إعلان المسير، تعامل البعض مع الأسف الشديد من جماعتنا من يسمون أنفسهم الله ينصر الحق، هؤلاء حالة من الحياد المجتمعي وهو تحت الحصار. الجميع الآن يتحرك بأكثر من اتجاه، ما هناك من يتحركون على موضوع الإغاثة، نعم، موضوع تعز ليست الإغاثة أولا، حتى الحصار أولا، إن كان هنالك إمكانيات للحركة بهذا الشكل تحتاج إلى بعض الآليات، هذه مسألة أساسية. المسألة الثانية على كافة أفراد المقاومة التوحد في موقف واحد، خلف الشيخ عمود وخلف قيادة المقاومة لفك الحصار. هنالك طرق تبني لعملية الفك، نعم، أعلن حالة نفير. ما الذي استجاب مع هذه الحالة النفير؟ نعم، هذا السؤال الأهم. الرجل يتحرك بقوة على كافة المحاور، ما الذي تحرك معه بهذا الاتجاه من كافة الأطراف في المقاومة في أطراف المعروفة؟ كانت هنالك مجموعة مقاومة في تعز، الآن جرت وفجاء في مجلس واحد مع المجلس العسكري، ننتظر فقط ساعة البدء. هنالك العشرات في منطقة الحجرية بمديرية ثلاث أو الخمس عفوا مستعدة للانجلاق ضمن هذه العملية للبدء مثلا بفك الحصار من احد المحاور، اما عبر محور الضباب او محور صبر، وبالتالي على المقاومه في الداخل وعلى كافه اطراف المقاومه ان تتحرك بوقت واحد. يجري الان التعامل مع هذا العمل بطريقه سلبيه، من يهاجمونهم الحوثيين بانهم في حاله ضعف، وبالتالي الهجوم بالنسبه له افضل وسيله للدفاع. يجب تحضير الامكانيات بشكل كافي، ويجب توفير متطلبات عن عمليه المعركه.
على الطرف الآخر يحشر إنسانية المناطق المحررة تحت يده يقوم بعملية تبنيه. نعم سيد عبد الهادي ابقى معنا، سنعود لاستكمال الحديث معك، ولكن نذهب لضيفنا الآخر الدكتور صادق الشجاع. دكتور صادق، سبق وإن زار تعز وفد من المنظمة الدولية، هل عقبة الزيارة إجراءات تسهل من عمل المستشفيات وإنعاشها أم لم يعقبها أي شيء من هذا حتى الآن؟ وصل وفد منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى مدينة تعز، وكنا حقيقة نطمح بالكثير من الإيجابيات أن ترافق هذا الوفد. كنا نطمح أن يأتينا بأدوية، أن يأتينا بمستلزمات طبية، أن يكون معه أسطوانات أكسجين لإنقاذ الجرحى، لإنقاذ الأطفال الذين يموتون يوميا في أقسام الحاضنات في المستشفيات. نعم. كنا نطمح بأن يكون معه كثيرا من الأشياء التي تساعد على فك الحصار على هذه المدينة، ولكن وصل بخفي حنين ومعه 3000 غذائية لا تكفي لحارة واحدة في مدينة تعز. نعم. ومن ثم بقى في المدينة لساعتين، من الساعة 11 ظهرا إلى الساعة 1 ظهرا، وقفنا عائدا من حيث أتى، فتح معبر الدحي وهو المنفذ الوحيد في هذه المدينة لمدة ساعتين، ومن ثم تم إغلاقه بحاجز إسمنتي بعد انتهاء زيارة الود إلى مدينة تعز. نعم. حاجز وجدار إسمنتي منع بعده الدخول والخروج، ويتم إهانة من يتم إدخالهم أو إخراجهم من المدينة، ويمنع بعده باقة تعز كما هي. زاروا هيئة مستشفى الثورة، زاروا المختبر الصحة المركزي وهو المختبر المرجعي الوحيد داخل المدينة. لاحظوا كمية الدمار الهائل في القطاع الصحي، لاحظوا العجز في الأدوية، لاحظوا أن الكادر الطبي يعمل منذ أشهر ويجاهد في مدينة تعز بدون أجر إلى الآن، لاحظوا ما هي المعاناة الحقيقية للقطاع الطبي في مدينة تعز. نعم. ولكن لم تكن هنالك نتائج إيجابية لزيارتهم إلا الوعود، لأنهم سوف يناقشون وسوف يطرحون في ذلك الأمر، وأنهم احتمال أن يعودوا إلى مدينة تعز في زيارة قادمة. نعم. أنا من وجهة نظري أنها إيجابية وحيدة أن وفد الأمم المتحدة شاف بعينه ورأى بعينيه حجم الدمار وحجم نعم. وضحت الصورة دكتور صادق الشجاع أمين عام نقابة الأطباء في تعز، نشكرك كنت معنا. نذهب الآن إلى ضيفنا الآخر المحلل السياسي سيد عبد الهادي العزعزي لنستكمل معه النقاش. سيد عبد الهادي، تابعنا في مواقع التواصل الاجتماعي صورا جمعتك بقيادات في المقاومة الشعبية وقيادات عسكرية في الميدان، هل تعكس هذه الصور مدى التنسيق والانسجام داخل الطياف المقاومة؟ هناك انسجام وهناك تنسيق وهناك عجز في اجراءات يجب ان تتخذ بفعل وسائل الاعلام، بفعل المنطقه خارج نطاق الكهرباء، ايضا خارج نطاق المشتقات النفطيه حاله الحركه. هناك حروب متعدده ايضا تشارك المقاومه في دعوى المديريات في تغطيه العجز الامني، وايضا حاله الانفلات التي تسبب بها مدراء مديريات قائمين الان لا يقومون بمهامهم. هؤلاء يجمعون فقط كل الايرادات ويتم ارسالها الى المركز الى صنعاء كافه الايرادات من اجل ان تمول عمليه الحصار بشكل كامل. يجب احداث تغييرات حقيقيه، يجب دمج مناطق المحرره من تعز ضمن عمليه المقاومه. المساله تحتاج تفاصيل، تحتاج من الاطراف تكون متوازنه، من الاطراف السياسيه تكون متوازنه على أرض الواقع في المناطق المتاخمة، أيضا تحتاج نوع من التدمير. ياخي كل جيش مقاتل يحتاج خمسه جيشا من الإداريين، من الإمداد والتمويل، من الخدمات الطبية، من غيرها.
لا زالت مستشفى كثير باقنا على طاب، رغم ان هذا المستشفى يمتلك اربع غرف عمليات التي تشتغل غرفه واحده، وكلما جرى الحديث تظهر لنا مطالب نريد ونريد ونريد ولا ندري كيف كان يعمل هذا المستشفى وما هي وضعيته، وكم عدد الاطباء هنالك نقصا في الجراحين. انت هذه مساله اساسيه لما يسمى بعمليه اللوجستيك للمعارك، انت تتفصل معارك تحرير، هل يدرك الجميع ما هي معارك التحرير؟ ما هي متطلباتها؟ ما الذي يتطلبه المجهودين؟ كم عدد القوى القائمة الآن؟ يدري تجميع كل هذه المواد تبذل قيادة المقاومة جهدا كبير، لكنها أحيانا تشعر أنها وحيدة في الميدان. نعم. هنالك نوع من الاستجابة، ما نخافه أن يتحضر الناس مع موضوع الحصار ويصبح بذل ثقافة الحاصل التي يكررها الناس، تحمل الناس الاستجابة لفترة طويلة. هذه المناطق هي أكثر مناطق تعتبر نموذج لما نسميه براثين ثقافة الاستجابة، وبالتالي من أجل أن تتحرك تحت قيادات إدارية. هذه المسألة ربما تكون خصوصية لتعز غير بقية المناطق. نعم. هذه المناطق تفككت فيها البنية القبلية، أصبحت أغلب مناطقها إدارة عن ضواحي مدن. نعم سيد عبد الهادي، سينضم إلينا المهندس رشاد الأكحلي وكيل محافظة تعز، تكرم بالبقاء معنا. سيادة الوكيل رشاد الأكحلي، مساء الخير. على ما يبدو أن ترتيبات البيت الداخلي في تعز قد اكتملت، متى ستبدأ عملية التحرير بشكل حاسم وجدي؟ والله يا استاذ المساله مش بهذا الصوره ترى، لكن احنا نقول متفائلين بما يجري الان. لقاء عدنا الذي كان حاله مع قاده المقاومه ربما افضى الى مسائل في غايه الاهميه. نعم. انا اعتقد ان التفاصيل اللي تسد هذا اليوم هناك من هو اقدر على شرحها، لكن انا اقول ان هناك مسائل نطمئن اليها، وهي ربما المحطة التي كنا نعمل فيها وتكرارا كنا لابد منها، محطة التقييم. هذه المحطة التقييم التي جرت وربما استفاد قادة المقاومة كثير مما اصطلح فيها. نعم. ونحن متفائلين بما يتم الإجراء الإعدادي. نعم سيادة الوكيل، عادت قيادة السلطة المحلية وقيادة المقاومة من عدن قبل يومين، ما هي نتائج لقاءاتها مع الحكومة والرئيس هادي وأيضا قوات التحالف؟ هو انا افصل بين مساله اول قد انه كان هناك انجاز كبير وقرار متاخر جاء، لكن كويس انه في هذه المرحله التي نحن فيها تعيين نعم. محافظ جديد للمحافظه، هذه خطوه مهمه جدا في مساله تجاوز كثير من الاختلالات والصعود نحو بناء المؤسسات بشكل متكامل. انا اعتقد نعم. ألو. نعم سيادة الوكيل نسمعك استكمل حديثك. أنا أعتقد إنه لقاءنا في المحافظة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نعم. عرض عليهم صورة مكتملة عن حاجة تعز وما يتصل بكل الجوانب الحياتية للناس، وهذه كان في تفهم لما يتصل بهذه الجوانب، وقدم دراسات مكتملة فيما يتصل بمتطلبات تعز المستقبلية. كان في دور يعني بالمحافة مثلا التواصل مع الرئيس ورئيس الوزراء، وكان هناك إصرار من المحافظ أن يبدأ بداية جادة، وعلى الأخر الرئيس ورئيس الوزراء أن يساعدوا بما يتصل بهذه البداية، يفترض أن تكون قوية. ما يتصل بالمقاومة هي لقاءات مكتملة بالمقاومة، وكانت لقاءات مستمرة مع الناس التحالف تسجل احتياجاته، وهذا الجانب اللي نحن ننتظر نتائجه على الأرض في الأيام القادمة إن شاء الله. نعم سيادة المهندس رشاد الأكحلي وكيل محافظة تعز، تكرم بالبقاء معنا، نذهب إلى ضيفنا الآخر السيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، كيف تقيم حجم الدعم والإسناد العسكري واللوجستي من المنطقة العسكرية الرابعة وقوات التحالف العربي لقيادة المقاومة في تعز؟ أعتقد إلى الآن حجم المساعدات لم يتخطى حاجز إمكانية فتح ربما معبر واحد من معابر المدينة أو الجبهة الغربية إلى حد ما. نعم. ما قدم ليس بذلك الكم الكبير،
هناك احتياجات، يجب ان تصل المقاومه الى نصف على التوازن العسكري، تتعرض ليليا لصواريخ الكاتيوشا وللقذائف ولغيرها. ايضا بالمقابل يستخدم الحوثيين طريقه لابقاء المدنيين داخل المدينه، كانت العمليه هي الحصار. هناك حاله اقتناء بالمدنيين، يجري استخدام المدنيين اشبه بعمليه دروع وورقه ضغطا كبيره يمارسونها من اجل حاله الاحتجاج. الى الان هناك تفوق جيد كبير مقدم من الاخوه في التحالف العربي، لكن على الارض لا، العمليه ليست بحجم الدعم والاسناد الجوي. نعم. برغم ان هنالك قوات عسكريه نظاميه، كان الافضل بالحكومه ان تقوم هي ايضا بدور في التسليح، عليها ان لا تظل تلعب دور المحايد ايضا. نعم. في العمليه، وكان المساله ما بين المقاومه والجيش والتحالف. نعم، اذا شكرا جزيلا. ووضحت الصوره المحلل السياسي سيد عبد الهادي العزعزي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا المهندس رشاد الأكحلي وكيل محافظة تعز. سيادة الوكيل، ماذا بعد تحرير تعز؟ ما هي خطتكم أنتم في السلطة المحلية لتأمين المدينة؟ الخطة اللي نحن طبعاً ما يتصل بتأمين المدينة، المسألة مرتبطة، هناك رؤية سياسية قامت فيها الاحزاب التنظيمات السياسيه ومجلس انسق المقاومه والفعاليات الموجوده. نعم. حددت فيها رؤيتنا للمستقبل فيما بعد في هذه الاثناء وفيما بعد مساله الخلاص، لكن هذه لا نعتبرها نهائيه، بحاجه الى بلوره، بحاجه الى تنسيق، لكن اقصد انا انه نحن مستعدين للمساله عشوائيه او لما يمكن ان يكون يعني قدري، وبالتالي نحن نقول انه هناك جهود كثيره فيما يتصل باستشراف المستقبل ما بعد الخلاص. وبالتالي انا اقول انه المحافظ اليوم له دور كبير في مساله هذه في هذه القضيه تحديدا. نعم. مجلس تنسيق المقاومه كما يشير العديد من المجلس، او كما نقول احنا في مجلس تنسيق المقاومه، بانه الاخوه المقاومين فيما بعد الخلاص سوف يعودون الى الحياه المدنيه الذين اتوا منها، وبالتالي اعطاء الفرصه لمؤسسات الدوله التي يمكن ان تاخذ وضعها الطبيعي فيما بعد الخلاص. نعم، سيادة الوكيل، هناك في المدينة جرحى بالمئات وبحالة حرجة، كيف تتعاملون أنتم مع حالات الجرحى وأنتم كسلطة محلية في المدينة؟ هذه مشكلة الجرحى ربما هي أخطر المشاكل والمسائل التي تعانيها تعز اليوم. هناك العديد من الجرحى الذين يترددون على المستشفى ولا يجدون ماذا يخفف من آلامهم. ما تدري من عمليات جراحية داخل مستشفيات تعز خاصة المتصلة بالعظام هي مسائل تدبير وربط مؤقت لا ترتقي إلى مسألة العلاج النهائي. نعم، ولكن سيادة الوكيل هناك أيضا حالات تحتاج إلى علاج خارج المدينة. أيوة. هذه القضايا تكون متعلقة بمسألة الحصار الموجود. نحن خلال الأسبوع هذا سوف نبدأ باستكمال الشق بطريق صبر مشرع صالوق. نعم. الذي كنا قد بديناه فيه قبل فترة، لكن انا اقول بان مشاكل مرتبطه ايضا بالجرحى عندما يفرون الى عدن. انا اعتقد انه على السلطات المحليه في عدن ورئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه ان يذللوا كثير من الصعوبات التي يواجهها جرحى تعز في عدن، خاصه الذين هم في طريقهم للسفر للخارج. هنا قائمه طويله لمن حقهم ان يسافروا للخارج موجوده، لكن ما هي السبل والطرق التي نوصلهم فيها؟ مساله الجرحى مسألة أنا أعتقد أن حتى الآن هي مأساوية، وأنا أقول وبصدق أننا في السلطة المحلية عاجزين حتى الآن عن أداء أي دور فيما يتصل بالجرحى. نعم، إذا سيادة المهندس رشاد الأكحلي وكيل محافظة تعز، نشكرك لوجودك معنا في حلقة الليلة، وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله، وأشكر أيضا ضيوفي المحلل السياسي السيد عبد الهادي العزعزي، وأيضا نقيب الأطباء، نقيب أمين عام نقابة الأطباء الدكتور
صادق الشجاع. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.